يا نافذة ابني هون نحن عشنا، أنا عشت هون 35 سنة، وبتأمل أنك تكون أنت تعيش مع تمام بيك وبخدمته أكثر من 35 سنة. التاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه عند آل قواس كما عند آل سلام، فالمسؤول الإعلامي للرئيس المكلف هو ابن المستشار الإعلامي للرئيس الراحل صائب سلام. تمام بيت عاش بجو سياسي، عمل سياسي. نافذ عاش بجو صحافي، عمل صحافي. أنا ما عم بستلم ولا بدي استلم. أنا عم بستلم ولا بدي استلم. الوالد شغله مع دولة الرئيس صائب بيك الله يرحمه كان شيء، كان هو مستشاره، كان هاي الأرشيف كلياته، وأنا مع الرئيس تمام سلام مسؤول الإعلام عنده هلأ. يرفض نافذ فكرة وراثته الصحافة عن والده، وإن كان يعلم أنه في هذه المهنة سر أبيه، فهو عاش معه تاريخاً قرنفلياً، ووالده اليوم يستعيد مع تمام سلام تجربة حفظها في أرشيف القصر. بالسادس من شهر السادس من عام 1953، يوم إعلان عدم ترشيح الانتخابات النيابية ليكون الحارس الأمين على حرية الانتخابات، أعرب عن إيمانه بأن الوزراء في حكومته لن يستغلوا مراكزهم للتأثير على حرية النخب. حتى حكاية القرنفل يرويها العم فيصل برائحة الحنين. مثل صيني بيقول أنه الإنسان اللي عنده رغيفان بياخد واحد وبيشتري بالتاني زنبة قرنفلة، هي هذه بتفرفح بتخليه بجو حلو. كيف كان يعني كان كل يوم لازم يكون في قرنفلة جاهزة للرئيس صائب سلام؟ كل يوم كان في قرنفلة، ودائما موجود القرنفل عنده بالبيت بالبراد على طول السنة. شو ألوان القرنفل كان؟ أبيض أكثر شيء، إنه في طيارة تابعة للخطوط الجوية البولونية بسنة 1961 جابت من بولونيا باقة من القرنفل للرئيس صائب سلام. غير صائب سلام ما بتلبق له القرنفل. الحكومة التي طلقها صائب سلام بالثلاثة يسعى ابنه اليوم جاهدا لدخول سراياها، متخوفا من أن يعيد التاريخ فعلا نفسه فيضطر مكرها إلى ارتكاب أبغض الحلال.